العاصمة الاقتصادية. انفراد جديد على قناة العاصمة الاقتصادية وبوصلة المستثمرين العقارية. مشاهدينا دائما الى سيتي سكيب ابو ظبي 2014 والتغطيه المباشره لفعالياته وضيوفه ومدرائه التنفيذيين. اسعد باستضافه سعاده حسن اسميك الرئيس التنفيذي لشركه ارابتك القابضه. مساء الخير سيد حسن. بسمي. اهلا وسهلا فيك في قناه بسمي. العاصمه في ابو ظبي. في الحقيقه بسمي. ارابتك من الشركات الرائده جدا ومن الشركات ذات السمعه الطيبه في دوله الامارات العربيه المتحده. كيف تشاركون اليوم في سيتي سكيب 2014؟ ما الذي تنتظرونه من سيتي سكيب؟ ما الذي قدمتموه من أفكار؟ وما الذي قدمه لكم سيتي سكيب أبو ظبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أطلقنا اليوم أرابتك العقارية. أرابتك العقارية هي شركة من إحدى شركات أرابتك القابضة، وطرحنا اليوم فيها 5 مشاريع في دبي في أبو ظبي، زائد مشروع 1 مليون وحدة سكنية في مصر. المشاريع هي عبارة عن فلل تجاري، عبارة عن تورات فيها فنادق 5 نجوم، تجاري سكني وشقق مفروشة. ورحب بكم في الجناح، تشوفون الديزاينات، وإن شاء الله في شيء منه منتهي، في شيء منه بادين فيه بناء، في شيء منه جالسين نبني، في شيء حنبتدي فيه خلال 6 شهور. أرابتك العقارية هي شركة منفصلة عن واحدة شركات القابضة، ونحن عندنا خبرة كبيرة في الماضي، حبينا أن نقوم في ترجمتها على في دخول هذا القطاع. سيتي سكيب محطة مهمة، لذلك أعلننا فيها ولادة هذه الشركة، ونطلع في كل عام في دخول في سيتي سكيب في مشاريع جديدة. سيتي سكيب كما تفضلت محطة مهمة ومنصة هامة جدا، فائدة التقاكم أنتم كشركات هامة ورائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركات أخرى أيضا من كل دول العالم، ما هي فائدته بالنسبة لتبادل الأفكار، الحلول وما إلى ذلك، والخبرات أيضا؟ والخبرات، شوفي، هو هذا كله يصب في تطور البلد، زائد أن خدمة الزبون. الزبون سيجد اللي يريده في تحت سقف واحد، ويستطيع أن يقارن ما بين الكواليتي اللي يريده أو المكان اللي يريده. يعني هو ممكن لما يكون ما يكون هذا السيتي سكيب يحتار وين يروح، لكن في سيتي سكيب يجد المناطق موجودة، شرح مفصل عن المشاريع، كل الشركات موجودة في خدمته، الإجابة على أسئلته، فبالتالي يسهل عليه القرار أين يختار وأين يذهب. وطبعاً سيتي سكيب في ناس، يعني في مناطق جديدة تطلع كل فترة، وجزاهم الله خير الحكومة بعد مشتركين في سيتي سكيب كمان ليشرحوا عن المناطق الجديدة اللي تطلع من خلال أيضاً الدعم والتسهيلات، الدعم والتسهيلات وما إلى ذلك، فهذا شيء طيب يعني. ايضا انا بدي اربط سيد اسمك لو تسمح لي بين سيتي سكيب والرؤيه الاستراتيجيه لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله لابو ظبي 2030. انتم كارابتك القابضه كما قلت شركه رائده، يعني كيف تسيرون على خطه 2030؟ نحن الله يسلمك نمشي على هذه الخطه 2030 وضمن هذه الرؤيه الكريمه، وان شاء الله نعمل على تطبيق الجزء الأساسي من عملنا وصلب عملنا. شكرا لك جزيلا على وقتك الذي منحته لنا، نعرف أن وقتك ضيق جدا ومشاغل كثيرة. بالتوفيق، ونتمنى أيضا لقاءات أخرى، نطمع في لقاءات أخرى إن شاء الله في القريب العاجل. حياك الله. العاصمة الاقتصادية.